فقرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. النهاردة هنطبخ. النهاردة حلقة المفروض كلنا نحترمها، لأن احنا بنعمل أساسيات المطبخ. أساسيات المطبخ اللي هو إيه؟ الصوصات. الصوصات النهاردة على قد ما نقدر نطلع شغل نطلع. احنا امبارح حطينا هنا حضراتكم العظم عشان يتحلل زي ما احنا شايفينه كده. قدام حضراتكم العظم اهو، وفعلا اتحلل من امبارح للنهارده اهو كده زي ما حضراتكم شايفين. الكاميرا مش جايبانا ليه يا ولاد؟ ولا انا مش شايف كده؟ كلنا كنا شايفين الحاجات اللي بتتحرق والمحروقه وبتاع. انا قلت الحاجه تتحلل، ادي العظم كله اتحلل اهو. بص حضراتكم العظميه عامله ازاي اهو. بعد ما بنحلله بنحرره، بصوا حضراتكم اهو، والريحه طالعه. يعني الريحه، اسالوا المخرج اللي معايا بالرغم من ابراهيم النهارده ما قاليش مين المخرج اللي معايا، وهدي برضه هتعلم عليه دلوقتي. وانا اقول له ابراهيم اول ما نشتغل تقول لي معايا الاستاذ بتاعنا مين. حصل يا ابراهيم؟ والله ماشي. طيب قبل ما نعمل بقى اي حاجه ونعص ايدينا، هنشوف عندنا دريم ويب اللي هو دريم كريم، كريم شانتيه دريم، وعندي الجيلي دريم. عندي قالب الجيلي بالفواكه، نشوف مقاديرنا. اتنين باكو جيلي دريم توت او واتيفر. يعني عندي واحد باكو جيلي خوخ، يبقى عندي النهارده توت وخوخ، يعني ابيض واصفر. عندي واحد كوب دريم كريم، وعندي فواكه الموسم. يبقى بره الليله دي كلها نبدا هنشتغل بالجيلي بتاعي. وعندي القوالب موجوده، احنا هنشوف هنعمل ايه وهنبرد ازاي. انا اولا ده عايز لونج تايم وعايز وقت كتير، ولكن احنا بنقول لكم بنعمله ازاي واحنا جاهزين في التلاجة. اصل هو مش مطروح هيتلف ولا فستان سواري، ده حاجه تايفه خالص جدا. حبه ميه بتغلي وحطينا عليه الاثنين الالوان اللي عندنا، وقطعنا الفاكهه حطيناها، وبنرص وبنبرد وبنحط راق وراق من الالوان بتاعتي عشان في النهايه يطلع كويس، وازوقه بالكريم شانتيه اللي هو دريم. يا ست رباب صباح الخير. يا صباح الورد والفل والياسمين يا شيخ. صباح كل حاجه حلوه في الدنيا. اخبارك ايه كبير؟ انا في نعمه والله يا بنتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه طول ما حضرتك كويس. صباح الهنا يا ست الكل. صباح الفل يا ملك. انا متشكره جدا جدا، مش عارفه اشكرك ازاي على الحلقه ديت، كان نفسي نفسها من زمان. عايزه اشكر ماما ميرفت كمان لانها لحقت على الحلقه، وعايزه اقول لها بص يا ست العرايس، احنا بنستنى لغايه ما نطلع طلعتنا. ايوه كده. يعني احنا ما بنسكتش كده على الفاضي. لا بجد يا شيف، انا وليا رايي متواضع صغنن كده لو تسمح لي. اتفضلي. طبعا اتفضلي. ربنا يخليك يا شيف، ربنا يخليك. انا شايفه، انا مش عارفه ليه زعلانه من اداره السي بي سي بصراحه، في حاجه صغننه كده. زعلانه مننا؟ لا ما نقدرش. لا 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 مش منك انت، انا شايفه ان انت، ما احنا الاداره، احنا كل احنا كلنا سي بي سي. ربنا لا، انا شايفه ان انت دونا على القناه كلها الوحيد اللي عندك جديد، او انا شايفه ان الاداره ان هي وجهه نظرها عن الجديد او عن التغيير ان ناس من نفس القناه يستضيفوا ناس من نفس القناه، يعني منغلقين على نفسهم قوي، ما فيش كده ان يستضيفوا ناس من بره، يتعمل يعني يبقى في كده تداخل بين، يعني لا 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 استني يا رباب، استني يا رباب، انت اتفرجي المفاجاه يوم 29 اللي جاي. ايوه احنا مش ساكتين ولا بنقعد بنلعب في الترابات تاتو. لا والله يا ابني احنا عارفين اللي عندك كل حاجه. استنيني بس استنيني. احنا ما بنرميش، ما بنحطش ايبوت اول ذا ايجز في وان باسكت، ما بنحطش البيت بتاعك كله في باسكت واحد، لازم نلعب كده ونلعبكم واحده واحده. ماشي. السنه اللي فاتت غير السنه دي، الايام اللي فاتت غير اللي جاي، كل حاجه بنعملها تكنيك معين وترتيب معين، وما بنشتغلش عشوائي. فاحنا بنعمل كل حاجه بتكنيك عشان لما نطلع نطلع مره واحده. واتفرجوا على اللي جاي. أوكي. احنا ما بنحبش نتكلم كتير، بس بحب نعمل، وانت هتشوفي حاجات مفاجآت جميله جدا. ولو احنا قلنا لكم على اللي هنعمله ما بقتش مفاجاه. صح؟
صباح الهنا يا ست رباب. انا 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 بتكلم كده بصراحه، هنا مجرد ما الميه غلت عندي هنا يا جماعه بجيب دي كده بره، ادي التوت اهو، اقلب، الله على الريحه الجميله اهو، ده الجيلي بتاعي اهو، كل ما بتقله كل مصلحه ليا اهو، ما بخلوش يغلي على النار، الميه بس اللي بتغلي، بعد كده بضربه بره. طيب كده الفراوله او التوت كده نطلع كده، يبقى نجيب الايه المانجا برضو نفس القصه اهو، كل حاجه محسوبه ومعروفه ازاي هنعملها مع حضراتكم اهو. كده حاجتي بتبقى تقيله وجميله، وهنشوف منتجات دريم الجميله. طيب يبقى هنا عملنا نوعين اهو، زي ما حضرتك كده شايفين، ادي قالب يا ست ام محمد. نعم صباح الهنا على ست ام محمد. مرحبا، كيف الحال؟ في نعمة والله يا ست ام محمد. الله يعطيك العافية يا ربي على هالبرنامج، انا من السعودية. الله يخليكي، احسن ناس يا ست الكل، احسن ناس. تفضلي يا ست محمد. صباح الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، ما شاء الله. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا ست الكل. لي طلب واحد بس. على عيني يا ست الكل. انكم تبطون هالموسيقى، انا انحرب كثير من مهندس الصوت لو سمحتي وطي لي الموسيقى بتاعت البرنامج، لان امبارح ناس اشتكت والنهارده بيشتكوا. انا شخصيا امبارح كنت قاعد بسمع البرنامج وجالي تعليق عليه ان صوت المزيكا عاليه، يا ريت حضراتكم تشوفوا ان الموضوع كذا. حاضر، احنا اسفين واعتبروا العود، هذا عود انت دلوقتي العود. دلوقتي حضرتك هناخد قرار فيها، دي في ايدينا، كل حاجه في ايدينا، عندنا ما شاء الله مهندسين الصوت. خلونا نسمع، على عيني على عيني على عيني، احنا اسفين. الله يعطيك العافيه، بعتذر كمان مره لحضرتك على هالبرنامج، بعتذر لحضرتك وخلاص. الله يعطيك العافيه على هالبرنامج، ما شاء الله، والله اني اتابعه، واذا ما شفته اشوفه بعد صلاه الفجر. الله يخليك يا ست الكل، دايما معانا على طول تتفرج على برنامجنا. تسلم، والله دائما ما شاء الله، واعطيت الناس فكره عنك كثير، صاروا يتابعونا. الله يخليك يا فندم، ده شرف لينا حضرتك، شرف لينا كلنا. وانا اسف كمان مره على تعليق الصوت، ان هو اوفر شويه، وانا معاكي ما بكذبش، لكن ان شاء الله هنعدل الموضوع ده النهارده، وحاجه لما تكون في ايدينا ما عندناش مشاكل خالص فيها، ومش عيب ان نكون احنا عملنا حاجه احنا مش يعني عادي يعني، ما حاجه زي كده هي الحمد لله حاجه بسيطه، مش حاجه كبيره قوي تضايقنا. طيب كده حضراتكم احنا عملنا هنا قلبين اهوت، هنا هنحط الفواكه بتاعتي، معرفش في جمال كان مقطع لي شويه فاكهه ما جابهاش طبعا كالعاده، كان في بولة فاكهه، هنقطع فاكهه. طب حاضر، طيب كده عندي فاكهه اهي، بقطعها مكعبات صغيره، او عندي الكمبوت بيجي علب زي ما انت عايزه اهي. قبل ما اعمل اي حاجه في الزفره بقطع الفاكهه بتاعتي كده اهو، ادي الكيوي، عندي خوخ، عندي تفاح، عندي برتقال، كل الفاكهه اللي عندك نستخدمها. طبعا النهارده بنتكلم على الصوصات بتاعتنا، وعلى قد ما نقدر نطلع هنطلع، يعني يا رب الحلقه تبقى 10 ساعات عشان اعمل لكم كل اللي انتم عايزينه بالصوص اللي احنا عملناه. الصوص ده اتحلل زي ما قلنا لحضراتكم امبارح، من امبارح للنهارده شغال، ولكن بعد ما حللناه هنحرره.
هنحرره. هنشوف مع بعض حضراتكم كلنا نعمل ازاي. ده اسمه رمياش. بعد الرمياش هنسميه ديمجلاس. بعد الديمجلاس هنسميه جريفي. بعد الجريفي هنسميه ايه؟ صوص. ده اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي في الحلقة بتاعتنا اللي احنا بقالنا حوالي 6 شهور مستنيينها. لكن هو مش عجز مننا، لكن كل حاجة بيها لجيلها وقت مناسب بنعملها لحضراتكم. وبرضو هنستنى ارائكم، واللي عايز يطلب حاجة هيطلبها مننا واحنا هنعملها اكيد 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 اكيد. كده ادي خوخ، وعندي تفاح، عندي برتقال، عندي كيوي. ست لمياء، الو، صباح الخير. صباح النور يا ست لمياء. الو، صباح النور. صباح الهنا يا ست الكل. صباح النور. اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك. سؤالك ايه يا ست الكل؟ ست لمياء، لا بدي احكي معك. نعم، يا صباح الهنا يا ست صباح الهنا. سامعك يا ست الكل. انا بشكرك كثير على البرنامج. يا اهلا بسعادتك يا فندم، اتفضلي سؤالك يا فندم. الله يخليك، وبنعتز فيك عربي. الله يخليك يا فندم، ربنا ما يحرمنيش من سؤال حضرتك، اتفضلي. احنا مصر هي والجزائر حته واحده. ست والله بقول لك شيء، انا ممتاز بتابع كثير البرامج الفرنسيه، بس برنامج عربي وشيف عربي نفس كثير. الحمد لله، بعتز بعربيتي لان انا منكم وانتم مننا، وده شرف لي ان اكون عربي. بشكرك يا ست الكل، اشكرك على اتصالك الجميل الحلو العربي الاصيل. طيب كده هنا ادي التفاح اهو كده زي ما انتم شايفين. هدينا المزيكا خالص، وبعد كده اخش بقى هنا ادي القالب بتاع اخش بيه في الفريزر. اهو وارجع احط، نشيل ده كده بره خالص دلوقتي. احط ده بقى كده هنا في التلاجة يبرد، عشان ما اقدرش اقابل الاتنين مع بعض هيعملوا لي مشكلة. هستأذنكم بعد ما عملنا الحلو اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني. اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في حتة. رجعنا حضراتكم بعد الفاصل، وهنحرر الديمجلاس بتاعنا اهو. احنا اتفقنا ان الاول ده رمياش، هنحرره كده عشان نبدا نشتغل مع بعض بمزاج اهو. شايفين حضراتكم كل حاجه اتحللت اهي. النهارده طول ما حضرتك الحلقة شغالة أنا شغال معاك، طول ما حلقتنا شغالة احنا بنعمل مع بعض شغل، طول ما احنا موجودين هنعمل شغل كتير. دي أساسيات أي مطبخ في العالم بيعمله بالطريقة الصح دي.
لكن بقى في ناس تقولك نعمل الديمجلاس. للأسف شفت أساتذة كتير قوي وناس محترمة جدا أحسن مني، اللي يحرق بصلاية وحط عليها شوية دي ومكعب مرق ويديها مية يقولك ديمجلاس، واللي يجيب سويا صوص وحط لها شوية دقيق وبرضه حطها على النار وحب الزبدة يقولك ده ديمجلاس، وياما في الجراب يا حاوي. لكن نرجع نقول والله ده كل ايه شيف ولي طريقة. احنا بنتكلم ناشوناليتي وحلقة تعليمية النهاردة، فأي فنادق العالمية بيعملوا الطريقة اللي حضراتكم بعملها دي قدامكم. طيب كده هنا مش عايز اطول عليكم عشان ما تزهقوش مني، هنبدأ نجيب حلة كده، وزي ما اتفقنا بقول لحضراتكم احنا كده هنسلق شوية مكرونة برضو عشان عندنا اكل بالمكرونة. هنعمل احنا كنا متفقين مع بعض ان احنا حلقة صوصات، لكن مش معقولة يبقى معايا هشام ابو الدهب ويعديها قرديحي يقول لي امال فين الاكل، احنا هناكل صوصات؟ جاي تضحك علينا وتقول دي حلقة صوصات؟ فخلاني لازم اعمل اكل مع الصوص، وهو اللي سايق هعمل له ايه؟ حاضر. نرجع بقى هنا نكمل. هنا مصفتين اهم يا جماعة عشان نحرر الصوص بتاعي، صح اهو قدام الكاميرا. كده اهو شفتوا بقى جمال لما احنا قلنا يا جماعة حطينا حبة دقيق، الدقيق عملوا لي ايه؟ احمروا اديني لون وعملوا لي شخصية مع الصوص بدل ما اديله دقيق ومعجنة وبتاع واعمل جريفي واعمل لها عجينة رو زي ما بقولوا. لا 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 هي كده شغالة زي الفل، اهي شغالة زي الفل كده، كل حاجة بعملها قدام حضراتكم اهي. اهو حتى الاعشاب اللي حطيناها اتحللت. أهو. في جماعة حاجة اسمها موال صوص من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها. ست ام سيف صديقة البرنامج، ازيك يا شيف؟ حضرتك احنا وطينا لك صوت المزيكا عشان ما تتضايقوش. لا الله يخليك، احنا عايزين اي حاجة تريحكم بس. ازيك يا شيف؟ في نعمة والله يا ست ام سيف. الله يخليك يا ابن الناس، انت بخير؟ انا بنعمة والله، في خير وفي نعمة الحمد لله والله. انا قاعد استنى الحاجة اللي انت بتعملها دي من امبارح، اول بستنى اشوف. اللهم صل على النبي عليك، تحت امرك يا فندم. الله يخليك يا شيف. ربنا يكرمنا نبقى عند حسن ظنكم بس، ربنا يكرمنا نبقى عند حسن ظنكم. يا رب يبارك فيك، يا رب يبارك فيك ويبارك في شعبنا المصري كله وحبايب مصر كلها، الامارات والشعوب العربية الإمارات كلهم. الامارات يا ست عاملة اللي ما حدش يعمله في العالم كله مع الشعب المصري. اسكت والله العظيم يفرحونا، والله الفرحونا. والله العظيم بنفرح كده باللي بتعملوه معانا. هنقول بس مش هنقول غير ان ربنا جعل وعامر بحسكم معانا. يعني احنا مش هنقول غير كده، اللي انتوا بارك في مصر يا رب. خيركم زايد علينا ومغطينا ومشرفنا. الله يخليك. والله ناس محترمه مش من دلوقتي، من طول العمر. الله يخليك يا شيخ. والله طول عمركم محترمين معانا. ويخلي شعب مصر ويخلي الشباب الحلوه الطيبه يا ربي. الله يخليك لنا يا ست الكل. يا رب يحفظ مصر ان شاء الله. ربنا هيحفظها من كل سوء. أمين. وربنا هيكرمنا نبقى احسن ناس في العالم ان شاء الله بيكو. احسن ان شاء الله ان شاء الله. بيكو باخواتكم معانا وبمساعدتكم لينا وبكرمكم الزايد ده مخلينا فوق السما. ليك اي سؤال يا ست الكل؟ تسلم يا حبيبتي، ربنا يخليك. شكرا يا شيف. ربنا ما يحرمش من كلامك. شكرا. الجميل اتفضل يا فندم. اشكر حضرتك يا فندم. كده اهو ده هنعبيه في ازايز في اكياس ونحطه في الفريزر يقعد زي ما انا عايز، يقعد زي ما انا عايز اهو. كده الحلة بتاعتي اتملت، معلش عكيت الدنيا كلها بس ده احنا ايه بنشتغل. انا عايز اخلص على كل حاجة عشان احس ان انا مرتاح نفسيا. طيب كده الصوص بتاعي اهو، نجيب دي كده ورا
اللهم صل عليك يا حبيبي يا محمد. ست بسمة. صباح الخير يا بسمة. صباح النور. ازيك يا سيس؟ عامل ايه؟ ازاي كل على عيونك؟ صباح الهنا على ست الكل. ربنا يخليك، تسلم ايديك على اي حاجه بتعملها. انت تأمريني سعادتك. ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك لينا يا فندم. انا متابعه حضرتك من زمان، اي قناه بتروح فيها انا مع حضرتك على طول. وانا تحت امرك يا رب، ربنا يقدرنا يبقى عند حسن ظنكم. ربنا يخليك. انا عندي طلب صغير بس يا سيس. اتفضلي يا فندم. انا نفسي يبقى في مكان حضرتك تدرس فيه، يعني اكاديمي، يعني حاجه نتعلم منك، نيجي احنا ونعمل معاك. يعني هنعمل لكم كل حاجه في القناه، هنستضيف منكم ناس تطبخ معانا ان شاء الله، وهتاكلوا وتدوقوا اكلنا. كنا بننصب عليكم ولا بنعمل اكل صح؟ لا احنا عايزين نتعلم منك. شوف ورانا قدامكم كل حاجه انتوا عايزينها احنا هنعملها. ربنا يخليك ويكرمك وتسلم ايدك يا رب. يعني انا لو انت عارفه ان في اجتماعات بقى لنا اسبوع مع استاذ احمد اسعد ومدام دينا عبد العال ومستر سمير، الناس الكبار كلها، عايزين يجيبوا حاجه من السماء يجيبوها لكم. ربنا يخليك ويخليك. عايزين يعملوا حاجه من السماء لحضراتكم. متشكرين قوي، لان احنا من غيركم ولا حاجه. ربنا يخليك. ده احنا اللي مش هنعرف نعمل حاجه في المطبخ من غيرك يا سيدي. الله يكبر بخاطرك ويخليك ليا يا ست الكل. ربنا يخليك. ربنا ليك اي سؤال حضرتك؟ شكرا ليكي. طيب كده زي ما حضرتك كده شايفين ادي المكرونه بتاعتي، عايز اخلص حاجه 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 كده. ست رؤية. ايوه رؤية. ازيك يا قمر؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الو. ايوه يا بابا. الو 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 برضو الو. نعم يا حبيبتي. الو. نعم، عايزه ايه؟ وضحوا لي السؤال بتاع الست العرايس، عايزه تعمل ايه؟ كده عندي مكرونه تاني اهي. طيب معلش استحملوني شويه عشان نخش بس كده. ادي الصوص بتاعي اهو، بص كده يا عمي، ده ما خدش ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، بيور لسه كده، لسه بيور. حاجه زي الفل كده. عندي بطاطس بسلقها برضو، عايز كل حاجه تطلع. ده خلاص اهو هنحطه جنبينا كده، نجيب الحله دي كده نشغلها عشان نكمل سليق المكرونه. طيب هنسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نشتغل واحده واحده عشان نطلع الحلقه الجميله اللي انتوا اتفقتوا معانا عليها. ممكن اشتغل بسرعه واعمل مثلا ثلاث اطباق في وقت واحد، فالمخرج بيقول لي ما تعمليش فيها حاوي وركز معايا واحده واحده عشان نشتغل مع بعض. حاضر. طيب هنا هنبدا حضراتكم باول حاجه هنقول عندي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نبص على الورق بتاعنا بقى ونشوف هنعمل ايه. احنا كده جهزنا نفسينا وعارفين احنا بنعمل ايه. هنعمل اول حاجه صوص النعناع وصوص الاعشاب، وهنقول الصوص ده هيمشي لايه وده هيمشي لايه. صوص النعناع، صوص الثوم مفضل دايما يمشي مع اللحمة الضاني، يفضل يمشي مع اللحمة الضاني. يبقى هنعمل الصوصات بتاعتي. اول حاجة ادي نعناع اللي هو المينت صوص. عندي ثلاث تصات،
واحده منت صوص اللي هو النعناع، وواحده اعشاب، والثالثه قرصية او بيبر صوص. كلها هتعمل واحد اتنين تلاتة. اقلب كله شغال عندي على النار اهو. ممكن اشغل الشواية دي تساعدني. يبقى اول حاجة حضراتكم انا هطلع لحوم وفراخ. ايه هو يتحط مع الفراخ؟ ايه هو يتحط مع اللحوم؟ يبقى نبدأ نفرم النعناع والاعشاب اهو. وانا شغال احط الزبدة بتاعتي في كل طاسة، مش كتير، اهي 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 كده، اهي اهي اهي. يبقى هنا حضراتكم فص توم مفروم ملوش معالم، بصلية ناعمة ملهاش معالم، مش كتير اهو. ادهم السلام عليكم. ازيك يا عم ادهم؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا عم ادهم. ازيك يا شيخ شوقيت؟ ازيك يا جميل عبدالله؟ انا في نعمة، وانت عامل ايه يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. يا ربنا يزيدك يا ابني واحمد، طالما انت بتحمد ربنا ربنا يزيدك. امرني يا حبيب قلبي. عايز قلقش التورته. التورته؟ اه. على عيني يا روح قلبي. كده هنا حضراتكم اهو، مش عايزه تتحرق، عايزه تصفر زي ما انتم شايفين كده. نرجع بدوره اهو. ده النعناع، عايز البصلات تبقى مستكاوي، تبقى مستكاوي. والنعناع مفروم خالص اهو. يبقى نرجع تاني كده على النار. ادي النعناع اهو. سيف ادي البيبر صوص يا شيف. فلفل مجروش. عمي سيف صباح الخير. صباح الخير، ازيك؟ صباح الهنا يا عمي سيف. عايزين نعزمك انت وهشام على اكلة استاكوزا. يا عم انت عايز تودينا في داهية على الصبح استاكوزا؟ احنا قد الاستاكوزا. قول لي بقى بتعمل ازاي الاول؟ لا انت جاي على طمع بقى. صباح الفل على عمنا الاستاكوزا. وعزيبك انت. طب انا هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه. انت يا عم هات الاستاكوزا واحنا نعملها لك. لا انا عايزك تجيلي هنا البيت، تيجي البيت تشرف البيت انت وهشام وتتاكلوا معانا استاكوزا. مين حضرتك يا فندم الاول؟ ها؟ القاهره. لا انت صوت حضرتك مش غريب عليا. طيب بعدين نبقى نقولها دي بره الهوا برضه. مش بقول لك انا. صوتك مش غريب عليا. بره الهوا نتكلم فيها. طيب بقى سيب لي رقمك بس عشان انا عارفك. طيب بس والنبي الاستاكوزا لحسن عايزين يعملوها. عم سعيد؟ لا برضو؟ لا. طيب يبقى كده هنتكلم تاني مع بعض. طيب بس الاستاكوزا والنبي يا شيف. على عيني يا حبيب قلبي. كده هنا ادي البيبر صوص، وادي المنت صوص. البيبر صوص والمنت صوص اللي هو ايه بنقول يا جماعه عليه؟ المنت صوص اللي هو صوص النعناع. صوص النعناع. طيب كده نحط المكرونه بتاعتي هنا تتسلق براحتها ونكمل شغلنا كده. طيب كده كل الكلام ده جميل. ادي البيبر صوص. يبقى عملنا ايه؟ حطينا بصلاية مع فص توم اهو،
نفرم بقى الاعشاب بتاعتي عشان يبقى ثلاث حاجات موجودين عندي. حطينا فص ثوم، بصلية ناعمة، معلقة زبدة. ادي الاعشاب اهو. كل حاجة باخدها سوتيه الاول، كل حاجة باخدها سوتيه الاول. كده اهو اهو اهو. هعمل ايه بقى حضراتكم؟ اول بالاول كده ده الصوص اللي هو النعناع. وادي الطاسة على النار عايزها. ادي صوص الفلفل والنبي، تركزوا معايا عشان تريحوني. وادي الطاسة، ادي كده اهو. ادي صوص الاعشاب اهو. الهرب الصوص اهو. خلي بالكم في حاجة أنا نسيتها، لكن الحمد لله لسه معايا. أدي الفلفل، ملح عشان احنا ما حطيناش ملح كده. وأدي الملح هنا أهو. كده هاخد فاصل وأرجع لحضراتكم تاني وهنشوف هنعمل إزاي أكلنا مع بعضنا. فاصل وأرجع لكم تاني. أوضر المحطة وأطرح في حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نشوف عملنا ايه. ادي البطاطس اللي هي الروتس بوتيتوس مع الهربس. ده صوص الاعشاب، ده صوص البيبر صوص، ده المنت صوص. نبدأ بقى بصوص الاعشاب اهو. ادي الصوص بتاعه. المخرج قال لي كلمة دلوقتي حلوة، بس هقول له هرد عليه دلوقتي. طب حاضر. ادي البيبر صوص، كل حاجة مع جرن الشكل. المنت صوص اللي هو صوص النعناع اهو. ادي اول ثلاث اطباق صوص الاعشاب اهو. صوص الهربس النعناع. ورقة نعناع اهي. تمام. البيبر صوص كان عندي هنا في الفلفل. ما علينا. مين اللي خد الفلفل المجروش من هنا؟ طيب مش مشكلة. ادي حبة فلفل. ادي اول ثلاث اطباق بكل صوص بتاعها. نرجع تاني نعمل ثلاثة تاني. ادي واحد اتنين تلاتة. طب هنعمل ايه يا عم هشام؟ هنعمل مشروم صوص والماستر صوص والريزند صوص اللي هو الصوص الزبيب كالعادة. واحد
اثنين ثلاثة. سن التوم صغيرة، مش عايزة تحط توم حط بصل، سنة بصل صغيرة، اوعى تكتري. كله كده؟ طيب الريز اند صوص هيطلع مع الكبده. اهو الريز اند صوص مع الكبده. الماستر صوص مع الفراخ. كده هنشوف هنعمل الفراخ ازاي. ادي الفرخه كده، وادي فراخ تاني. كده عندي شوايه على النار شغاله، وعندي بط كمان هعمله دلوقتي. دي الفراخ بتاعتي كده. خلي بالكم حضراتكم معانا عشان احنا بنلعب لعب ايه؟ الحلبانتيشي. ملح وفلفل اهو كده. ادي الفراخ بتاعتي اهو كده. ادي البط بتاعي، ده البط هنعمله. كل حاجة هنعملها بطريقة جميلة اهو. اشيل بس الفات بتاعه اهو. بعد كده بشرح دي، بشرح دي. كده طيب زي ما حضراتكم ده شايفين، ادي البط بتاعي ملح وفلفل. هي حلقه النهارده مميزه يا جماعه لو احنا ركزنا مع بعض كده. ده البط بتاعي اهو، دي الفراخ اهي اهي كده كده. لازم البصلات تصفر والفراخ عندي تستوي اهو. انا عايز كله يستوي مع بعضه. طيب عايز اقول لحضراتكم على حاجه. امبارح الرئيس بتاعي المدير بتاعي امبارح كلمني كده، قاعدين متكلم في حاجه كده، فرد قال لي يا شربيني الناس بتشتكي منك واهله انك بتقشر الثوم وبترمي القش في الارض. يا اخي حتى لو انا في بيتي مش هعملها، لكن فعلا انا قريت رساله اللي راحت له على التليفون. انا بقشر التوم وارميه في الارض، ولكن انا فاكر مره انا كل التوم بيجي لي متقشر زي ما انتم عارفين، لكن في مره ماسك التومه كده فلتت مني في الارض. ده صح؟ مش معقول قدام حضراتكم حوايل واخدها. فاتقال عليه انا بقشر التوم وارميه في الارض. هل ده حصل مني؟ انتوا طبعا شاهدين معايا، اذا كان حصل قولوا لي، ممكن اكون بنسى. لكن لو ما بنساش او انتوا فاكرين يبقى تشكروا الله ايه؟
لان الكلمه دي امبارح ضايقتني قوي، والراجل قال لي ده بعاه جالي رساله بيقولوا ان الشيف شربيني المفروض قدوه، لازم يكون احسن من كده ويحسن من ايه من نفسه. طبعا انا قلت له حاضر يا فندم، انا بس انا ما حصلش مني كده، هو خصمني 5 ايام بصراحه، بس انا مش عايز اقول لكم. قلت بقى ده بعده بقى عشان ده المدير بتاعي. ما علينا، خلينا بقى في المستر ده. انا اصلا ما بسكتش، الصح صح واللي غير صح غير صح. كده هنا ادي مستر ده، اهي زي ما حضرتك كده شايفين. الاستاذ جمال قلت له على بابريكا، ما جابش البابريكا صح يا استاذ جمال؟ طيب ما علينا. كده ادي البط اهو، كده كل حاجه على النار زي ما حضرتكوا شايفينها. ابدا احط هنا صوص، هنا صوص المستردة، وهنا يبقى مشروم صوص. كده ده المشروم اهو مع الفراخ كده كده، ادي اهو زي ما حضراتكم ده شايفين. يبقى عندي الماستر صوص، وعندي المشروم صوص، وعندي الجريفي صوص. ادي له بقى ايه؟ البط، شويه ريحان، يبقى صوص الريحان اهو. صوص الريحان اهو كده اهو. يبقى عندي الريحان صوص، وعندي الماستر صوص، ولسه عندي حاجات كتيره. فين يا ابراهيم الصوص انت صفيته يا ابراهيم؟ اه قدام مني. فين هي حطيته هنا؟ جدع ابراهيم. طيب يبقى هنا عندنا يبقى ادي اهو ماستر مشروم. هنشوف الكبده بقى هنعمل فيها ايه دلوقتي عشان نعملها الريزن دي صوص، اللي هو صوص الزبيب. ادي الكبده بتاعتي اهي، اهي شرايح رفيعه خالص كده. ادي شويه فلفل، شويه ملح، شويه زيت، اهو نبدا نشويها بقى. اهو ست اسماء. اسماء يا خالو. الو اسماء يا خالو. اهلا يا فندم. ازيك يا خالو؟ ازي حضرتك؟ فاكرني؟ لا والله يا فندم. لا انا قلت لك انا معاك من ايام ايه؟
من زمان من زمان ايوه كده افتكر. معلش الزهايمر اشتغل بقى كل سنه. لا يا فندم لا يا خالو صدقني انا امبارح كنت عايز اكلمك. يا اهلا بيك يا فندم. بس النهارده بقى فص التوم بقى اللي هم بيقولوا عليه احنا مش عايزين نخبط في الحلل. لا مش هخبط. هو الرساله انا قريتها بعناية. مش هخبط يعني انا دلوقتي ما بكون بطبخ مش هينتر مني قشرة او فص توم. لا هو قالوا بيرمي ما قالوش اتنطر منه. طب ماشي حرمي فص توم انا. نعم مش ممكن. بس على فكره بقى انا هنهي كلامي نورك الساطع. لا ما انا بقول لحضرتك اصل اللي قال لي ده المدير بتاعي فمش هيغشني. معلش نسامحه. لا نسامح اللي اتصل وقال اللي في البيوت كلها فضل. نورك الساطع اللي في البيوت كلها من ايام زمان لغايه دلوقتي منور ومزغل العيون ناس كتير. ربنا يكبر بخاطرك وخليك ليا. شكرا يا خالو. اتفضل يا بنتي ربنا يخليك. طيب كده بعد الكلام الجميل اللي سمعته طبعا عندي نشيل دي كده على جنب عشان تغلي على النار اهي كده. عندي بط بالريحان. عندي فراخ بالمشروم وفراخ من المسترد. اللحم الابيض دايما بيحتاج الحاجات الخفيفه اللي هي المسترد او المشروم. نرجع بقى للطبقين بتوعي. ادي اول طبق بحط الجرنش بتاعي زي ما انا عايز على مزاجي. ادي اهو ادي طبق كمان. خضار سوتي. يبقى كده حضراتكم يبقى هنا صدور الفراخ كده. البط شغال عندي يا عم ماجد. يا شيف شربيني سلام عليك. سلام عليكم يا عم ماجد. انا عرفت ان اليوم زعلينك كده قلت انا اجبر مخاطب اتصل عليك. صباح الفل يا باشا. مين اللي زعلك بس؟ ولا حد يقدر زعلك. طول ما انت موجود ما حدش يقدر زعلك. لا هو النقاش كان بيني وبين المدير بتاعي بنتناقش في حاجه فالراجل قال لي بصراحه قال كذا 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 وانا ما بسكتش على حاجه بتطلع غلط. فقلت له انت عندك حق يا باشا لان ده المدير بتاعي لازم اقول له حاضر ونعم. لا انا اقول للمدير اقول للمدير معلش الشيف شربيني الله يخليك لا حد يكلم الشيف شربيني لا المدير ولا صاحب الا الشيف شربيني ولا بعدين احنا مش هنتفرج على TBC يعني لو سمحت. لا بس خلي بالك في حضرتك بيبقى في نقد لازم هو يقول لي عليه عشان انا اتلاشى. يعني انا فعلا وقعت من ايدي راس توم. يعني هو انا افتكرت بيدك التوم كله والنخله والتوم عادي يا شيف شربيني خذ راحتك يا عم. احنا والله بس احبك وبسلم عليك. ايه رايك في الصوصات بتاعت النهارده يا شيخ؟ والله احنا شوف يا شيخ يعني شيف شربيني احنا بنتفرج بس هم اللي عندنا بيتفرجوا يعني الله وكل شهر لو سووا حاجه كويسه. وهنخبط في الحلل بقى كده ما نجيبش سيره ان انت تدلاش في ده مع الاداره اللي عندك. لا لا يا عم احنا بنصبح عليك يا صباح الفل والجمال وكل حاجه حلوه في الدنيا. اختي ام سلمى في عندكم في القاهره زوجها احمد حمزه وعائله الدباح في حلوان وعلى ابويا الحاج علي ام محمد مصر. وعلى زوجتي ام علي مصر علي. كلها عليك وعلى علاء يا رب. بس انا ابغاك ايش كده يعني تفرفش كده وعيش حياتك. شفت مصر كلها بتاعتك يا حبيب قلبي انتوا اهلنا. مصر في قلبك وانتوا حبايبنا الله يخليك. انتوا اهلنا يا حبيبي احبك في الله صراحه. صباح الفل يا عم نهارك ابيض يا حبيب قلبي. كده ادي المسترد اهي ماشي. ايه تاني الريحان اطلع بس الاول.
يا سلام عندي كده اهو. ادي اشيل بقى كل الدوشه دي عشان انا وجعت دماغكم بيها كده. يا استاذ محمد سلام عليكم. عليكم السلام حماده ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ انا في نعمه طول ما انت بخير يا حبيبي. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ في نعمه والله يا ابني. امورني يا حماد. ربنا يكرمك يا سيدي. بقصر بس بسلم عليك والله. صباح الفل وصباح كل حاجه حلوه في الدنيا يا جميل. جمال كله عليك يا باشا. ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي واجبر بخاطرك. يا رب ويا رب يطمنا عليك كده يا باشا. تحت امن سعادتك يا حبيب قلبي. ماشي يا باشا. اشكرك يا جميل. طيب كده هنا عملنا كده ست صوصات. لسه عندنا كتير قوي. اروق مكاني بس. طيب هنا هنرجع نعمل ايه بقى حضراتكم؟ عملنا صوص النعناع. عندي بقى طبعا هنعمل بقى حاجات حلوه. هنعمل صوص تاني الريزنز وهنعمل البابريكا صوص وهنعمل الموال صوص. نعم؟ ست فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست فاطمة. مساء الخير يا شيف. مساء الهنا يا ست فاطمة. أنا اتصلت بس عشان أقول تسلم إيديك. تسلميلي على اتصالك الجميل يا ست الكل. والله وخطرك عندنا بالدنيا هتكلم مصري. يا أهلا بيكي يا أهلا بيكي. الله يرضى عليك وتسلم إيديك وبحرص على البرنامج عشان اتعلم منك الحاجات الحلوه. احنا بنتعلم منكم كل حاجه، ما تقوليش كده، ده انتوا اساتذتنا وانتوا احسن مننا. اساتذتنا فعلا. الله يرضى ست عليك. بص لا يعلى على اكل ست البيت. لان بتعمل الاكل من قلبها. اكيد بس انت بصراحه كسرتنا. لا 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 لا. انا ما اقدرش يا ست الكل. انا ما اقدرش ده. الله يرضى عليك. والله تؤمريني حضرتك. اتصالي بس مجرد شكر. الله. واشكر القناه على هذا البرنامج الممتع. مش حكايه اتعلم طهو ده، ممتع برضه. الله يسترها معاك. الله يعطيك العافيه. الله يسترها معاك يا ست الكل. الله يعطيك العافيه فعلا. ربنا يخليك لنا يا ست الكل. ربنا عندنا بالدنيا. الله يخليك يا فندم. ربنا يخليك ليا. بشكر حضرتك على كلامك الجميل الحلو. شكرا يا ستي. كده هنا نشوف حضراتكم هنعمل ايه. ده المشروم. ده الريحان. لسه ايه المستر ده. كل حاجة. هستأذنكم كده مستر ده. هستأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اول المحطة. ولا تروح في حتة. Thank you.
رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، وهنعمل عملنا ازاي الكبده بالريزن او بالصوص. الزبيب اهي، وهنعمل دلوقتي حضراتكم ادي البصلايه، هنعمل الستيك مع القراصيه. ادي القراصيه زي ما انتم شايفين كده حضراتكم اهي، ادي حته الستيك معاهم كده. هنعمل البابريكا صوص نخلص دي كده اهو، نغرفها ماشي. ادي الكبده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ده الكبده مع صوص الزبيب، وعندي اهو ده الصوص بتاع الزبيب اهو. كده. اهو. ادي شوية الزبيب. نرجع هنا. ادي الديمجلاس بتاعي. اهو يلا ده صوص القراصيه زي ما حضراتكم ده شايفين، لسه عندنا ياما في الجراب يحاول. طيب يبقى حضراتكم ادي هنعمل دلوقتي، عندي لسه البابريكا وعندي حاجات كتيرة قوي. كفتة الحياة يا جماعة هنتكلم عنها دلوقتي، هنعمل ازاي كفتة الحياة. هقول لحضراتكم دلوقتي ازاي نعمل كفتة الحياتي. خلي بالك احنا في حاجتين لازم نبعد عنهم، مية البصل ده شيء اساسي نبعد عنه، هنجيب اللحمة بتاعتنا نفرمها وما تكونش سمينة قوي، ما تكونش سمينة قوي. هعمل ايه؟ هجيب عندي لحمة نسبة الفات بتاعها 15%، يعني لحمة خمسة حمرة 85% ونسبة الفات بتاعها تكون 15%. طيب بعد كده ببشر بصلاية كبيرة بحط عليها شوية ملح، بصلاية كبيرة بحط عليها شوية ملح، وبعد كده بروح نازل عليها مصفيها ونازل بيها على اللحمه. بعد ما صفيتها ونزلت بيها على اللحمه يبقى صفيت ميه البصل بره، حطيت تفل البصل، توابل زي ما انا عايزها، ملح وفلفل، زودي سنه ملح عليها عشان تعمل لك عرق، تعمل معاكي عرق. بعد كده حضرتك بتحطيها في التلاجة بعد ما تصبعيها بشوية عشان تقفش معاكي، حطيها في التلاجة شوية
بعد ما تحطيها في التلاجة طلعيها وشكيها في السيخ هتبقى معاكي زي الفل. طيب هنعمل اهم حاجة نعمل صوص الباربيكيو. هنشوف بقى صوص الباربيكيو ده اهم حاجة عندي. نشوف مقاديره. عندي زيت زيتون وعندي بصل وتوم وخل وسكر ومستردة ومعجون الطماطم او طماطم صوص طماطم او كاتشب وندوله شوية دمجلاس صغيرين. يبقى كده هنعمل صوص الباربيكيو اهو. برضو البصلات بتاعتك تبقى ناعمة. اهم حاجة عندي حبة الخل. ادي زيت الزيتون اهو. الكبدة بتاعتي خلاص اهي. اللحمة بالقراصية زي ما حضراتكم ده شايفين. ادي الطبق بتاعي. كل حاجة عندنا مدروسة ومعروفة ان احنا نقدر نعمل ايه ونسوي ايه. ادي حتة اللحمة. ده الصوص بتاعي. ادي البولة. كده عايز البصلية بتاعتي تحمر اهو. كده حضراتكم اهو. ادي الطبق. ادي الصوص بتاعي. فلة اهو. طيب هنا ادي سكر براون. ادي السكر بتاعي. ده الباربيكيو. توم وبصل على النار مع زيت زيتون. ادي سكر اهو. براون شوجر. نخش على الموال صوص اهو. ايه هو الموال صوص يا جماعة؟ النخاع. بنجيب العظم بتاع الكندوز بننفضه وننزل منه النخاع اللي هو بنقول عليه البهريز. لكن احنا بنجيبه جاهز كده بيجي بالمنظر ده. هناخد منه للطبق بتاعنا. كده عندي هنا زي ما انتم شايفين ادي الثوم والبصل والسكر خل. بسم الله الرحمن الرحيم. صوص طماطم. لازم يبقى غامق ما يبقاش فاتح. سن الديمجلاس مش كتيرة. معلقة طماطم بوريه. معلقة مستردة. هذه المستردة. طماطم بوريه. كده اهو. ده الباربيكيو صوص اهو. كده هستأذنكم واخد فاصل وهعمل صوص الموال او صوص النخاع واحنا شغالين. فاصل وارجع لكم تاني. اوضر المحطة ولا تروحوا في اي حتة.
رجعنا حضراتكم تاني ونعمل صوص النخاع وصوص الباربيكيو. صوص النخاع وصوص الباربيكيو كده. ادي الباربيكيو صوص اهو. طبعا بيطلع مع المشويات كلها. اما صوص النخاع شغال اهوت زي ما حضراتكم كده شايفين. بصل، ثوم، ادي صوص الباربيكيو. كده ده الباربيكيو، ده القراصيا. ده ليه بقى حاطين العلب دي حضراتكم؟ بعد حضرتك ما بتعملي الاكله بتاعتك، كل واحده في حضراتكم عندها علبه تعبي الصوص ده في علبه زي ما قدام حضراتكم كده، ونروح مدخلينها التلاجه او الفريزر. ما عندكيش علبه حطيه في كيس بلاستيك، حطيه في ازازه ميه فاضيه كده. ادي النخاع اهو، ادي الصوص اهو. ده صوص النخاع اللي هو بيقولوا عليه موال صوص. موال صوص. نرجع بقى نغسل ايدينا ونصبنها بعد ما خلصنا طبيخ. عندي الصابون، نغسل ايدينا. هنعمل ايه بقى؟ طبعا الجيلي بتاعنا البلابل فين يا شيفات؟ كده ابدا خلاص. ده كده خلاص. يبقى عندي طيب البلع عندي اشتغل بيها. هنتكلم طبعا، ادي البلبلة بتاعتي اهي. نغرف الطبق الاخير ده عشان يبقى ايه، خلصنا. ادي بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الصوص بتاعي.
صوص النخاع اهو. نشيل بقى كل الحاجات حدوته دي ونرجع نشوف هنعمل في طبقنا ايه. لطبق في طبقكو. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حاضر كده. بعمل ايه هنا حضراتكم؟ بقى نعمل ده كده عشان نوسع له. نجيب ده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الكريمة. طبعا ده معمول فريش من المحتمل وده اكيد ان مش هيطلع معايا اهو. طيب هنعمل ايه؟ نحط طبعا شوية مية سخنة على النار. اي حاجة سخنة على النار بتغلي. يمكن يطلع معايا تاني مش مشكلة اهو. نديله كده. كل حاجة مع الطباخ ما فيهاش مشاكل. طباخ صح يا عم يا مصور. بسم الله الرحمن الرحيم. هوبا. يا صلاتك يا حبيبي يا نبي. عشان اتفقنا مع بعض شغل طباخين. اهو. ده الكريم بتاعي. اللي هو ده طبعا دريم كريم. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكريم بتاعي. مش عامل حاجة تاني عشان شكل شيت النهاردة. ومخرجنا بيقول لي يا بخت منظره خفف. وانت عرفت تعمل حاجة النهاردة؟ ام هشام ابو الدهب طبعا انت عارفين هو عارف ان احنا بنشتغل ايه. نعم. واحد اتنين تلاتة اربعة دي خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ده عشرة في وش العدو. عشر صوصات النهاردة قدام حضراتكم بمنتجاتهم بلحمتهم بفراخهم. لو كان عندي وقت تاني كنت عملت احسن من كده. لكن انا عملت كل انواع الصوصات اللي انتوا طلبتوها مني. زائد ان احنا عملنا النهاردة دريم اهو. الجيلي بالفواكه. عند العلب البلاستيك اللي قدام حضراتكم دي ممكن نعبي كل الصوصات اللي انا فضيتها في البولات دي. بس انا بحب اتمنظر شويه وبوريكم ان انا جبت بولات جديده. فلازم اعمل برزنتيشن ليكم عشان تقولوا ايه الواد ده بيعرف يطبخ. واحنا بنعرف نطبخ ولا حاجه تيجي مع الهوب دوبل. لكن عملنا العلبه البلاستيك دي نفضي فيها الصوص واحطه في الفريزر. الوجبه دي هتعمل لي على الاقل خمس مرات لحمة. يبقى النهاردة حللنا الديمجلاس بتاعنا اللي بنتكلم عليه بدل ما نشتريه من بره. عملناه في البيت. ادي الديمجلاس اللي جاي من بره. انا جبت شوية قلت بربما احتاج شوية. والله العظيم اللي معمول عندي احسن من اللي جاي من بره. وانا بحلف بالعظيم. بس مش كل ست بيت هتقعد 24 ساعة تعمل ديمجلاس. لكن انا عملت اللي عليا والباقي على الله وعليكم. بشكر حضراتكم على متابعتكم النهارده. بشكر كل الاتصال اللي جالنا من خارج مصر وداخل مصر. وبشكر مخرجنا الكبير ومساعد المخرج وكل الناس اللي معانا في الاستوديو والاكسسوار وابراهيم وجمال. السلام عليكم.